عبد الغني وأحمد عباس كان لهما حديث حول أوضاع النصر، نتابع ماذا قالا. طبعا أكيد غير راضين يعني، ولا إدارة ولا جهاز فني ولا جماهير طبعا، نعتذر منهم كثير اللي قاعد يصير، ولكن يعني هذه أمور طبيعية تصير يعني في كرة القدم، تصير لأي فريق يعني. صحيح أنه يعني شيء ما يليق فينا كنادي النصر، ولا يليق يعني في سمعة ولا مكانة هذا الكيان، ولكن إن شاء الله نعدهم يعني بالتصحيح، لأنه مستحيل نرضى على هذا الوضع، مستحيل اللي يفضل الحال زي ما هو عليه إن شاء الله. عندما تحدثت عن تصحيح أنا أؤكد لك أيضا وأتحدث عن الاجتماع الذي دار بينكم بين الأمير فيصل بن تركي، أبرز ما تم النقاش وأبرز ما تطرقتم إليه كابتن أحمد. والله أمور كثيرة يعني، ما يعني الواحد ما يقدر يذكرها يعني الحين، ولكن بغض النظر عن الاجتماع الواحد يعني كل واحد قاعد يجتمع مع نفسه يعني، وجالس يعني يشوف الأمور اللي قاعدة تصير يعني، شيء صراحة يحز في الخاطر يعني، ويحز في الخاطر الناس هذه اللي صراحة الواحد ما يقدر يلومها يعني، لما تشوف جمهورك يصير يشجع الفريق الخصم من شيء اللي يعني صراحة شافه في الملعب. لكن نقول لهم إن شاء الله نعدكم إن شاء الله بالتغيير إن شاء الله، وراح يتغير الفريق، مستحيل الوضع يفضل على ما هو عليه إن شاء الله. أحمد، الخلل وين؟ الخلل ما نقدر نتكلم يعني، الخلل النفس هذا يعني عليه أكثر من علامة استفهام. ما نقدر نتكلم يعني الخلل وين، الخلل فينا أنا أتكلم، الخلل فينا بنسبة 80% الخلل فينا إحنا كلاعبين كل أمانة يعني. 20% تقسمها على إدارة أو جهاز فني أو جهاز إداري. على الجميع، ولكن الخلل الكبير يعني صراحة إنه إحنا اللي نتحمل المسؤولية وإحنا نتحمل الأمور هذه اللي قاعدة تصير. سعد الحارثي يقول سلام عن الإصابة المزمنة، إيش قصة الإصابة المزمنة؟ سعد معنا سالفة أنت طاردني سعد. أبو عمر، أهني الروح هذه العالية منك وتعاملك مع الجمهور، هذه بلا شك أنها إيجابية رائعة، حديثك مع الجمهور، الجمهور إيش كان أكثر شيء يقول لك أبو عمر؟ لا ما في شيء يعني، الجمهور يعني طبعا عاتبين علينا وهذا شيء من حقهم صراحة، إحنا مقصرين في حقهم، أنا أتوقع أنه أبسط حقوقهم صراحة، الشيء اللي يعني الشيء اللي بيطلبوه يطلبوا الفريق يكون بمستواه، وأنا أتوقع أنه هذا حق مشروع لهم يعني. بالتأكيد حسين لست راضي أنت ولا اللاعبين ولا الجهاز الفني والإداري ولا الجماهير النصروية عن الأداء، 4 مباريات 4 نقاط، أين الخلل كابتن حسين؟ والله ما في يعني، ما كلنا أكيد كلنا الله يعطيك العافية، الله يستر عليك حبيبي إن شاء الله، أكيد كلنا نتحمل الخلل، كلنا اللاعبين يعني كل المجموعة صراحة تتحمل الخلل، إن شاء الله مرحلة وتعدي، الحمد لله جت فترة الإيقاف هذه إن شاء الله نقدر نعدل فيها أمورنا، وبإذن الله تعالى النتائج تكون أحسن في الفترة الجاية يعني، وهذا الشيء اللي احنا نسعى له الآن يعني، احنا ما نفكر انه مين يكون الخلل بقدر ما نفكر انه احنا نحل الخلل هذا، وانه الأمور تتحسن إن شاء الله والنتائج تكون أحسن وأحسن الفترة الجاية إن شاء الله. الإدارة النصروية في خطوة مميزة قامت بعدة اجتماعات، منها اجتماع الأمير فيصل باللاعبين، أبرز ما دار في هذا الاجتماع كابتن حسين؟ ما راح اسالك عن النقاط، لكنه اجتماع بالاخير انتم كلاعبين رايت انه اجتماع حصل فيها ما طلبه الامير فيصل من صراحه، من وضوح، من معالجه للاخطاء، من ايضاح لعله الفريق في المباريات الماضيه؟ شوف، من بالنسبه للاجتماع انا اشوف انه الحمد لله الاجتماع طيب، اهم ما في الموضوع انه يطبق الشيء هذا يعني في من خلال ادائنا، من خلال روح الفريق، من خلال أداء الفريق داخل الملعب، على أساس نقدر نقول إنه اجتماع ناجح ولا لا. بإذن الله تعالى يعني الفترة يعني اليوم تمرين الصباح وتمرين المساء يعني، بصراحة روح الفريق الحمد لله يعني، ما بنقول إنها رجعت طبعا، أكيد يعني الخسارة لها دور كبير، الضغط النفسي على اللاعبين اللي دور كبير، لكن نقول إن شاء الله في الفترة هذه إنه يعني نحاول إن نطلع من الجو اللي إحنا فيه ونرجع لوضعنا الطبيعي. وانا اشوف انه مثل هذه الاجتماعات يعني بالفعل احنا محتاجين يعني في الفتره هذه، والشيء الثاني محتاجين يعني غير الاجتماعات ان احنا نعمل ونعمل ونعمل داخل الملعب.